الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. إذن فهي حلقة جديدة من حلقات سوبر ليج، ويا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي الكبير. حلقة دسمة فيها دوري أبطال أوروبا، فيها ما تم فعله في دوري أبطال أوروبا والمستجدات، لأنه في توابع كتير للمباريات وقصص كتير جدا عندنا في الجزء الأول، ثم الجزء الثاني مع صديقي محمد عبد الجليل اللي هيتكلم معانا عن مباريات بعينها، عن قضايا بعينها حصلت في دوري الأبطال، بالإضافة إلى قصة مهمة جدا عن الأفضلية التاريخية، لأنه في ضجة كبيرة حصلت هذا الأسبوع في الأرجنتين حوالين اختيار أفضل لاعب في التاريخ، وده سيجمنت هيكون موجود معانا في الآخر، فيا رب الحلقة تنال إعجابكم. أولنا وآخرنا دوري أبطال أوروبا في هذه الحلقة. السؤال بيقول: كم حارس مرمى في مصر أو على مستوى الوطن العربي عنده القدرة إنه يعترف اعتراف زي اللي أونانا حارس مرمى مانشستر اعترفه؟ مانشستر بايرن قمة المباريات، مباراة حلوة حلاوة ما حصلتش، لحد الدقيقة الأخيرة الدنيا ماشية معاك، والراجل ده بيغلط في جون بيقلب الأمور. ده مش كلام محللين، مش كلام لعيبة، مش كلام جمهور، ده كلامه هو شخصيا بعد نهاية المباراة. الراجل ده من أول الموسم حارس اللي قال عنه جوارديولا إن الضغط عليه يوزلس، ملوش فايدة، لأنه تضغط عليه عنده القدرة على الطولي على القصير على أنه يرقصك على أنه يعمل كل حاجة في الدنيا، وده اللي عمله مع إنتر وجايين له بعد شوية. ونفس الشخص هذا الموسم مع مانشستر يونايتد بيرتكب أخطاء بشعة، مباراة قدام الأرسنال، مباراة بايرن، مباراة ثالثة في الدوري اتكلم عنها بيتر شمايكل وقال مش متخيل أن ده يعمل الأخطاء دي، مش ماشية كويس. لكن في نفس الوقت رغم كل دائرة الشكوك دي، غالبا بتلاقي نوعية حراس المرمى وشخصياتهم انه انا غلطت لكني ما تحملش المسؤولية، انه الجاية هيبقى احسن، انه الفريق، ان احنا كلنا، انه لكن الراجل قرر ياخد المسؤولية الكاملة عن كل اخطاء الجليزرز وتين هاج واللعيبة وخط الدفاع وكل الدنيا، ويقول ان ماتش بايرن ده انا اتحمل المسؤولية. تصريحات اونانا لشبكة تي ان تي سبورتس اللي بيقول فيها: من الصعب انك تخسر بالطريقه دي، لاني حاسس ان احنا ابتدينا كويس وبعد الغلط بتاعي فقدنا السيطره على المباراه. وضع صعب جدا بالنسبه لي، لان الشخص اللي خذل الفريق هو انا، وعلشان كده ما حققناش الفوز بالمباراه. كان علينا المضي قدما، لكن هذه هي حياه حارس المرمى. الحقيقه انه تقرير جه في الموعد، وتاني بقول الجملة عشان ده اللي يهمنا، احنا مش بنحكي حواديت. من الصعب، او انا ما شفتش حارس مرمى مصري او عربي في اي مكان يتحمل المسؤولية بهذه القصة. مانشستر ما شالش 5، ده اتغلب فرق جون. لكن في النهاية الراجل ده شاف ان لولا دي اللي كانت بدري اللي كان ممكن نعوض فيها عادي جدا، لكن انا المسؤولية عليا. The Athletic النهارده الصبح عملوا تقرير عن أونانا عن بعض الحاجات، وخلاص اللي تابع البرنامج حفظ الطريقة، انه The Athletic دايما يتكلموا مع مصادر قريبة للأشخاص او للناس اللي هم رايحين لهم دون ان يذكر اسمهم. ففي الاول احصائية بسيطة بدأوا بيها التقرير توضح لك بالظبط الراجل ده عبارة عن ايه. هل الراجل ده كان مجرد موسم مع الانتر كويس وخلاص الامور انتهت، ولا في اكتر من كده؟ الحقيقة ان المباراة دي نفسها، مباراة بايرن ميونخ، الراجل ده تعرض الى اهداف واخطا في كوره، لكن الارقام بتقول انه خد 4 تجوان لكنه تصدى ل5 كرات، 3 منهم جوه منطقه الجزاء، تمريراته المكتمله 88%، والكرات الطوليه 6 من 8 كانوا مكتملين وكانوا ناجحين. التقرير بيقول انه رد فعل اونانا بعد الاخطاء اللي حصلت دي في كره هاري كين، في كره شوبو موتنج على سبيل المثال، يقول ان رد فعل الحارس بعد الاهداف، ولو انه بعد الهدف مباشره بيتوه، لكن رد فعل جوه الملعب انه يشيل كورتين في منتهى الخطوره كان ممكن يوسعوا النتيجه كتير بين بايرن ومانشستر، ده اللي يخليك تقول انه لا بيغلط عادي لكنه ما يشيلش الليله. تعالوا بقى نشوف التقرير نفسه كان بيتكلم على اونانا باي طريقه كانت، لان كل جمله فيه هي جمل مهمه جدا جدا في هذا السياق. اولا الكلام كان على اونانا بتاع الموسم اللي فات، انه اونانا الموسم اللي فات ده عامل ريكورد في 8 مباريات دوري ابطال اوروبا مع الانتر، عامل رقم قياسي انه كلين شيت، شباك نظيفه، وبالنسبه للبطوله ما كانش فيه حارس مرمى اكتر منه. نخش في التفاصيل. في احصائيه اسمها PSXG، يعني ايه؟ يعني بوست شوت، يعني بعد ما الكوره اللعيب بيشوط
جودة الشوطة عاملة ازاي، واحتمال ان الحارس يصد الكرة دي عامل ازاي. فطلع اونانا انه منع 7.6 تسديدة علشان يكون اكتر من اي حارس مرمى اخر في دوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات عمل ده. ده على الصعيد الفردي. اونانا مع التصويب بقى نفسه اف بريف او اف اف بي ار اف اللي هو المختص في الاحصائيات بيقول انه خلال 107 مباراه في المواسم الخمسه المحليه اللي فاتت الراجل منع 6 جوان اكتر من العدد المتوقع للحارس العادي. فيما معناه انه على صعيد المواسم اللي فاتت كلها مفيش حارس في اوروبا كان قادر يعمل اللي اونانا بيعمله في الحته دي. فلما يغلط ما جراش حاجه في الدنيا. الاعتراف كان مهم جدا في هذا التوقيت، وده اللي خلى تين هاج بعد كده في المؤتمر الصحفي يقول خطا عادي بيحصل، المسائل طبيعيه وتجاوزنا هذا الامر كليا. الارقام دي بتقول لك الراجل ده فين. كلام جوارديولا عنه سابقا، ثقه تين هاج فيه، ثقه الجماهير حتى اللي موجوده في اونانا بانه حارس هيجي مع الوقت وانه له اخطاء لكنه هيفيدك كتير جدا. ولا يوجد حارس مرمى في العالم بدايه من اكبرهم تيبو كورتوا، مرورا بأعظمهم في الفترة الأخيرة أليسون بيكر، مرورا بكل الحراس العظيمة ما عملتش أخطاء فادحة شبه اللي قلنا عاملها هذا الموسم مع مانشستر يونايتد. نشوف تين هاج قال إيه في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. باريس سان جيرمان بيحقق الفوز على دورتموند بهدفين دون رد في نفس السياق دوري أبطال أوروبا مع تألق من امبابي وتألق ملفت جدا من أشرف حكيمي اللي كان عنوان الصحافة الفرنسية إن الراجل ده كان أهم واحد موجود في أرض الملعب، والراجل هنتكلم عليه كتير في الفقرة الثانية مع صديقنا محمد عبد الجليل. لكن اسمحوا لي نشوف تصريحات لويس إنريكي بعد المباراة، لأنه منها البداية مش هننتهي عندها، لا هو منها البداية، لأن إنريكي يبدو إنه فهم كويس يتعامل إزاي مع صحفيين في باريس، وفهم طبيعة باريس، وفهم إذا كان علي أتعامل مع شخصية هي حديث العالم وضج حوالين العالم زي كيليان امبابي فهكذا تكون الطريقة لما يكون كويس في الملعب. نشوف قال إيه ونبدأ كلام عن امبابي. معلم ابتدى يفهم باريس وابتدى يفهم يتعامل إزاي مع امبابي. اللي قاله إنريكي في المؤتمر الصحفي كان ملخصه إنه أنا سعيد إن أنا معايا قائد زي امبابي، ده أفضل لعيب في العالم في وجهة نظر إنريكي، أنت أفضل لعيب في العالم. بيقول له اللي هو عايز يسمعه باختصار شديد، امبابي مش عايز أي حد يقول له حاجة في الدنيا إلا دي، أنت أفضل لعيب في العالم. مزعلك هالاند، مزعلك صلاح، مزعلك فينيسيوس، بيلينجهام، يا ساتر يا رب، مزعلك الناس دي كلها، أنت أحسن لعيب في العالم. التانية إنه أنا سعيد بيه مش على الصعيد الكورة أو البدني أو أو أو، أنا سعيد بيه كشخص. وده يرجعنا لنقطة مهمة جدا. امبابي خد كأس العالم 2018، راح كأس العالم في 2022. قبل الاثنين الراجل ده كان أحد الصحفيين الفرنسيين موجود في معسكر منتخب فرنسا، كانوا بيلعبوا ضد النمسا في اليورو بريشن ليج. اتفرج على التقسيمة وبعدين على المباراة بتاعت النمسا. طلع كتب تقرير هنوريه لكم دلوقتي. التقرير بيقول إيه؟ بيقول للناس قبل كأس العالم اللي فات الراجل ده كابتن منتخب فرنسا. قال لهم انا شفت بعيني كريم بنزيما، شفت جيرو في ارض الملعب، شفت اللعيبه الكبيره، ده غير، ده اللي بيشجع، ده اللي بيكلم، ده اللي بيحرك اللعيبه، ده اللي بينقل الملعب والكوره بتيجي عنده، الملعب كله بيتحول تجاه مرمى المنافس، تجاه مرمى المنافس. الراجل اللي كتب التقرير اسمه اريك رابيس اندرانا، ده اللي كتب التقرير ده عن نزاي امبابي اصبح قائد لمنتخب فرنسا قبل كاس العالم اللي فات. فلما انريكي يتكلم بهذه الطريقة هو فاهم كويس هو بيعمل ايه. وبالمناسبة امبابي كان له حادثة مهمة جدا في كأس العالم في النهائي، في الحديث اللي كان داخل غرف خلع الملابس بين الشوطين لو انتوا فاكرين، وقال للعيبة مش هنلعب أسوأ من كده. دي شام ابتدأ بأن هما بيلعبوا نهائي كأس عالم ميسي واللعيبة واحنا ما بنعملش أي حاجة، ومبابي خد الكلمة بعدها انه مش هنكون أسوأ، هننزل وهنسجل وهنعمل كل حاجة. ونزل وعمل كل حاجة. خد بالك بقى، أنت بتتكلم في الفترة دي، طبعا ده الحديث اللي كان بين اللعيبة، We cannot do worse than what we did. It's a World Cup final. مش هينفع نبقى أسوأ من اللي احنا كنا فيه، احنا في نهائي كأس عالم. خد بالك بقى، امبابي بيعمل الكلام ده إمتى؟ والدنيا كلها مقلوبة على فرنسا وعلى بنزيما وعلى ديشام عشان بنزيما. وامبابي بيعمل ده مع باريس، التعلق قدام دورتموند
وبياخد شهاده مدربه في الوقت اللي الدنيا كلها كانت مقلوبه عليه، بباريس، بالخليفي، بريال مدريد، بالجماهير، بان انت الجشع اللي عايز الفلوس واللي عايز كل حاجه، واللي 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 صفافير طلع من هنا وانا مركز في كوره. الراجل على الخط مع مدرب دورتموند بيقول له الحق عندك لعيب عايز يتغير، قال له ما تروح انت تلعب مكانه وتبقى معانا في الفريق ونبسط كلنا. شخصيه جبل تلج، جبل تلج. بحبه ولا اتعاطف معه، لانه راجل اثبت فعلا انه جشع جدا ماديا، سواء هو او الحاشيه اللي وراه، لكن في النهايه يبهرك. لا يمكن غير انك عينك تلمع وانت بتشوف مدى قوه الشخصيه في التصدي لاي موضوع حيوي حتى في فرنسا، وانه ازاي يتحول وينسى الدنيا كلها وينزل شايف الملعب. هو ده كيليان امبابي. فاصل ونشوف زميله او صديقه الذي كان زميله وكان صديقه وربما ولا كانوا اصدقاء ولا حاجه، لانه ميسي كان عنده انترفيو هنتطرق ليه برضه في الحديث مع عبد الجليل. لكن نشوف انتر ميامي وفوز جديد على تورونتو باربع اهداف دون رد في الدوري الامريكي، ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. ريال مدريد فوز بشق الانفس على يونيون برلين رقميا، لكن على الورق وفي الملعب والفرص لا 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 كتير جدا فرص لريال مدريد. لكن الاول زي ما عملنا مع باريس ومبابي، نشوف الاول كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي اتكلم عن المباراه، واتكلم تحديدا بقى عن فكره بيلينجهام. ست مباريات ست جوان، يعمل كل حاجه في الدنيا، ايه اللي بيحصل؟ اشمعنى بيلينجهام هو اللي بيجي له الكوره كل مره عشان يحطها داخل الشباك؟ نشوف كارلو انشيلوتي قال ايه هنا، ونرجع نبدا موضوع بيلينجهام. المساله مش صدفه ابدا، وانشيلوتي قال عملها قبل كده مره مع ختافي وفي ثالثه كمان. يعني هما ثلاث مرات عمل فيهم بيلينجهام نفس العمله. لكن الفكره في الاول ان قوه بيلينجهام اللي شرحها انشيلوتي ان انت بتيجي من الخط الثاني مستعد اكتر من غيرك، واخد الحركه قبل غيرك، فالكوره تجيلك كل مره لانك واقف في المكان الصح. الحظ يخدمك احيانا، لكن لا يمكن كل مره تبقى واخد القرار الصح وما تجيش. ثلاث مرات عملها بيلينجهام بنفس طريقه يونيون برلين، واحده قدام الميريا والثانيه قدام ختافي. والحقيقه الثلاث لقطات مشابهين لبعض الى حد كبير جدا. المذهل في الموضوع يا جماعه انه بيلينجهام ما بين انه اثنين لعيبه زي فينيسيوس ورودريجو ياخدوا له المدافعين وياخدوا العين عشان هو اللي يروح، وما بين ان انا اللي اخد الخطوه عشان انا اللي رايح اجيب مني لنفسي بدون مساعدات، وما بين الفولو اللي انا لازم اكون موجود في المنطقه في نفس الوقت ده، باختلاف النوعيات، باختلاف النوعيات فضل بيلينجهام محافظ على ده. فتعالوا نبص على اللقطات مع بعض ونشوف بيلينجهام عمل الكرات دي وازاي كان قادر كل مره ان هو يتمركز بشكل مظبوط. ولو انه بين قوسين ده قد يمثل اضافه عظيمه لريال مدريد، لكن في الناحيه الثانيه ياخد منك شويه لو الراجل ده غاب عنك في وقت من الاوقات، بالذات ان انت في ريال مدريد عندك مشكله كبيره مع مساله الفرص المتاحه اكتر من الموسم اللي فات، وهنشرح ده لاحقا. نبص مع بعض. اولا دي مباراه الميريا اللي العين بتتاخد فيها فينيسيوس ورودريجو الاثنين في القلب علشان بيلينجهام يلمح الجناح هيلعب الكوره، فيروح هو على ال 18 يجي من الخط الثاني للخط الاول ويروح بعد كده عشان يحط الكوره بدماغه الى داخل الشباك. ادي اولا. الثانيه قدام ختافي وشبه بتاعه يونيون برلين شويه، شبهها شويه، انه برضو مجرد الاستلامه اللي جت الصوره اللي بعدها هيبدا الاستعداد. بيلينجهام هو اللي رايح واخد الخطوه لقدام علشان يبقى جاهز تتصوب الكوره، ويكون بيلينجهام جاهز علشان يفنشها. وبعد كده تيجي الثالثه بتاعه يونيون برلين بنفس الشكل تماما، الراجل فالفيردي بيصوب وبيلينجهام واخد نفس الخطوه. يعني انت لو بصيت على الكره دي تلاقي نفس حركه الرجل بتاعه الجون ده والجون اللي قبليه هي بالنسبه لبيلينجهام. فين بقى الخطوره؟ سيرجي لوباز في صحيفه اس الاسبانيه كان عامل تقرير وحط جدول مهم جدا. الجدول ده بيقول ايه؟ بيقول ان ريال مدريد السنه دي عنده مشكله في كميه الفرص اللي بتتحول لاهداف. يعني كميه محاولاتك قياسا باللي انت بتجيبه اقل من الموسم اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني قال ان ريال مدريد في المباريات السته اللي فاتت في 124 تسديده راح بس عشان يسجل 11 هدف، دي الاحصائيه. كويس؟ 124 تسديده سجل 11 هدف. يعني انت بتروح 11 مره عشان تجيب جون واحد. لما قارن ده بالموسم اللي فات، الفريق كان بيسجل هدف من بين كل ست تصويبات. فبدا بقى يشرح هنا
ان قدام اتلتيكو 14 مره عشان تجيب جونين، قدام الميريا 25 محاوله عشان 3 جوان، قدام سيلتا 10 محاولات عشان جون، قدام ختافي 26 واحده عشان واحده عشان 2، قدام سوسيداد 17 واحده عشان 2، قدام يونيون برلين 32 تصويبه علشان تجيب هدف واحد فقط لا غير. وبالتالي انت بتتكلم انه قياسا بالموسم اللي فات تقريبا خسرت النص. فاللي شايلك حرفيا هو بيلينجهام. بيلينجهام النهارده كان عنده مشاكل في المعده وخرج بره التمرين، لكن الاخبار من الاس برضو بتقول انه هيرجع تاني ومفيش اي مشكله من اي نوع بالنسبه لبيلينجهام، اللي في اعتقادي ما يقدرش ريال مدريد انه يستغني حاليا عن خدماته باي شكل من الاشكال. في الدوري الارجنتيني كان الفوز حليف لريسنج كلوب بعد ما حقق الفوز على النيوز اولد بويز 2-1، بينما ريفر بليت حقق فوز مهم جدا صعب جدا على اتلتيكو توكمان في الدوري الارجنتيني بهدف دون رد. تعالوا نشوف الاهداف ونرجع، لانه الرجعه هيكون معاها كلام مهم جدا عن الدوري المصري، فخليكم معانا في سوبر ليج. من اوروبا نتحول للوطن العربي وتحديدا للدوري المصري، الاهلي مع المصري. يورجن كلوب في يوم من الايام كان بيشرح في برنامج مونداي نايت فوتبول الشهير في انجلترا فكره انه صانع الالعاب اللي موجود عندك يعوضه في ارض الملعب ان انت تقطع الكره بسرعه. وقال حرفيا ان انت الكاونتر اتاك ده سلاح يضاهي قوه البلاي ميكر. ولما شرح ده مايكل اوين قال له ان انت في النهايه لعيب رقم 10 ده بيستلم علشان يبدا يوزع اللعب وينقل الهجمه. الكاونتر اتاك يعمل نفس الحكايه، تقطع الكوره بسرعه او تضغط علشان تقطع يعمل لك نفس الوظيفه بالظبط. نفس الوظيفه بالظبط. ولان احنا هنا مش بنحكي حكايات، فلازم القصه دي تقودنا للي حصل ما بين الاهلي مع المصري. مباراه للوهله الاولى 4-0 خلصانه، المصري مش موجود، الاهلي كسبان 4، حاله طرد، الدنيا تمام، امام ورضا سليم والرجاله والدنيا تمام. لكن ده التصور العام. وانت جاي من اتحاد العاصمه مغلوب، كان لازم تبص الفرقه دي قدام فريق منظم عملت ايه جديد. مش لما حاله الطرد جه والملعب فتح وبرستاو بقى عنده المساحه وقام عنده المساحه، مش ده. علشان كده قياس حكمك على الاهلي قدام المصري يتبني من اول دقيقه في المباراه لغايه ما تم حاله الطرد مع اول الشوط الثاني. الحقيقه انا مستغرب جدا ان الناس شايفه ان المصري ما كانش موجود، لان شفت فريق في 45 دقيقه كان منظم جدا. محتاجين نبص على اللقطات عشان ما نرجيش كتير في الكلام مع حضراتكم. المصري وكابتن علي ماهر اللي عمل شوط محترم جدا وكان عنده فكره اوضح شويه من الاهلي. مش كان احسن من الاهلي، لا عنده فكره اوضح من الاهلي، بمعنى انه كابتن علي ماهر هنا مثلا كان مقرر انه هيستغل الناحيه الشمال الموجوده عنده. اشمعنى الناحيه الشمال؟ عنده حسين السيد، عنده كمان الشامي، فكان باني على انه في اوفرلود دايما بيحصل في الناحيه الشمال. نمشي الكره مع حضراتكم، دايما الهجمه اللي موجوده ان انت على طول المصري يا جماعه الاول مش الاهلي. استاذنكم المصري الاول مش الاهلي. اوكي، لقطات المصري اولا قبل لقطات الاهلي. فكان باني على انه الناحيه الشمال دي فيها حسين السيد وفيها الشامي وينزل لها مروان حمدي علشان الثلاثه يبنوا شكل فيحاولوا يخرجوا بالضغط. لو بتلعب العالي مروان بينزل الكوره، لو بتلعب على الارض السرعات اللي موجوده تقدر تضرب الجبهه دي اللي كانت موجوده عند الاهلي. هل نجح في ده؟ نجح في ده نسبيا جدا. وقدم 45 دقيقه مثاليه قبل ما كولر وقبل ما لعبت الاهلي شخصيا يقرروا يتدخلوا بالحل اللي يورجن كلوب كان بيتكلم عليه. المصري بنى من ناحيه الشمال وقرر ان هو يستغل الجبهه دي بشكل ازعج الاهلي في بعض الفترات، ونبص مع بعض على اللقطات. بدايه الهجمه بالنسبه عند المصري زي ما احنا قلنا، استلمت الكوره ونمشي لعبه بقى ورا بعضه. هتلاقي انه دايما حسين السيد بينزل عشان يستلم، ساحب مع لعيب، ثم الكوره بشكل او باخر اما 1-2. شايفين هنا اربع لعيبه يا جماعه، اربع لعيبه في منطقه قليله جدا، وده كان شكل هجوم المصري. اللي بعدها نفس الطريقه برضو بتستغل الناحيه الشمال ان انت بتحاول تجمع عليها اكبر قدر ممكن من اللعيبه اللي موجوده بطريقه او باخرى، بتعرف تمشي الكوره وتضرب الاهلي من المنطقه دي. وناحيه الشمال ده مروان. ليه مروان؟ لو جت علي ينزلها. لما حاول مروان يلعب العرضيه جوه ال 18 ما كانش فيه حد موجود. ده كان حال المصري. تمام؟ رد فعل الاهلي ده، او ده الجديد اللي عايز اقوله، انه شاهد من القصه الاهلي اتصرف ازاي مع فريق منظم في اول 45 دقيقه. استعمل الكلوب قاله ازاي تضغط. بص على اللي جاي ده كله ورا بعضه كده ورا بعضه وشوف اللي بيحصل فيه. نبص مع بعض. ضغط الاهلي من خط هجومه الاولى، مودست قطع الكوره وبدا يضغط. ثانيه
بيرستاو اضغط قطع الكوره هاجم لصالح الاهلي، كل ده ورا بعضه. اللي بعديه اضغط مودست قطع الكوره، بعدين هاني يلعب الكوره لبيرستاو، ثم كره عرضيه غالبا دي الكوره اللي جه منها الضربه الركنيه. بعد كده امام يضغط حسين السيد، الضغط لسه موجود، ماشي الكوره، امام بيروح، بيرستاو بيروح، الكوره دي اتقطعت وراحت في هجمه مرتده، واخد بالك، وطلعت بعد كده رمي التماس. حلو الكلام. بعد ما الكوره دي تخلص اتفرج، اتفرج على العصبيه اللي كان فيها الكابتن علي ماهر، ان الكوره اتقطعت، رايح بيقول للراجل الافريقي بتاعه هاو كم، هاو كم، ازاي سلو موشن يا جماعه بعد اذنكم اللي فاتت دي، عشان بس توضح ان الراجل عصبيته كانت عامله ازاي. نرجع بس اللي فاتت دي بعد اذنكم عشان توري الناس كابتن علي ماهر كان بيعمل ايه. دي كره الجون، ممكن نرجع لها يا جماعه بعد اذنكم؟ ماشي، ترجع لي براحتك ونرجع لها من تاني، لانه ده اللي بقوله. قطع الكوره خلى الاهلي اسرع، خلى الاهلي يقدر يروح بهجمات اسرع، وده اللي خلى العصبيه كبيره جدا عند كابتن علي ماهر، انه ازاي تدوا لعيبه الاهلي الكوره بالشكل ده. وده كان منعطف مهم جدا جدا موجود في المباراه. هاو كم، ازاي تدي الكوره بالسهوله دي للعيبه الاهلي؟ هاو كم. بعدها يظهر الحل التاني بجانب فكره انك قطعت الكوره، رضا سليم. قوه رضا، قوه رضا مش انه سريع، مش انه بيخش على الجون على طول، لكن قوه رضا في اللقطه اللي جايه دي بتاعت الجون، انه في الاول خالص، تعالى بس بالراحه للناس، انه اللقطه بتاعت الجون دي يا جماعه هو بيستلم ناحيه الشمال، نكمل بقى نلعب الكوره بس بهدوء بشويش يعني. حافظ على الكوره، حافظ على الكوره لرضا سليم، بعد ما هتجيله هيتلم حوالي 2 3 لعيبه، هوش واحد حاول تحافظ عليها، ثلاثه بداوا يضغطوا عليه، الكوره اقرب انها تتقطع، هوش تاني، استنى حد يظهر لك، امام ظهر، احاول، طب ما اجرب اعدي، وبعدين اتقطعت، هل وقف؟ ما وقفش، فكره الضغط موجوده، اضغط على اللي معاه الكوره عشان ما يبقاش عنده حل الا اللي عمله ده. مين بيضغط تاني؟ امام، يروح امام وياخد كره الفاول اللي بعد كده تحولت الى هدف الاهلي الاول في المباراه. اللي حول كل حاجه للاهلي في شوط منظم جدا للمصري، ان كل اللعيبه الموجوده قدام مودست ببيرستاو برضا سليم بامام، الكل بدا يضغط عشان يقطع بسرعه. ده اللي حصل في المباراه. فحرفنه رضا سليم كانت هي الحاجه الثانيه بعد الضغط اللي خلت الاهلي يظهر بهذا الشكل. من الاهلي نروح للزمالك. الزمالك مع بيراميدز لازم يقودنا اولا لجوارديولا. احنا مش بنحكي حواديت، احنا بنربط الحاجات ببعض. جوارديولا اللي اسوريو اتفرج عليه كتير السنه اللي فاتت، وقف مع اللعيبه في يوم من الايام وادى لعيبه مانشستر سيتي ابطال اوروبا، دش بارد جدا، 5 لقطات، ممكن نبص مع بعض بيقولهم ايه. I hate the most when you don't want the ball. انا بكره جدا ان انت ما تبقاش عايز الكوره. وبعدين You have permission to make a mistake. عندك البرميشن وعندك العذر ان انت ترتكب خطأ. وبعدين You have permission to lose. عندك العذر ان انت تخسر الكورة. اللي بعدها You have permission for everything. عندك permission لكل حاجة تعملها. وبالتالي اخر واحدة When you have permission you accept I want the ball. لما اكون انا سامح لك بكل حاجة من فضلك لازم تطلب الكورة. وفي بقيه الفيديو كان بيقول لهم احنا بنشتغل طول الاسبوع عشان دي، عشان دي. كابتن الزمالك الحقيقي في الملعب، والراجل اللي غير مباراه بيراميدز، والوحيد اللي في الفرقه اللي كده، اللي نزل عشان يطلب الكوره ويوجه اللعيبه وكانه القائد، ولو ان اللعيبه بين قوسين تتضايق احيانا من ده، دي الشخصيه. دونجا، ايه بقى اللي دونجا عمله؟ أرجوك نتفرج مع بعض على هدف الزمالك الأول في بيراميدز، ونشوف لقطات تقول لك مين كابتن الزمالك اللي كان موجود في الملعب، مين الراجل اللي نزل وهو مش خايف من الكورة، مين الراجل اللي بالنسبة للعيب اللي جنبه في الملعب أنا صاحبك، أنا أديك الكورة وما سيبهالكش، أنا أديها لك وأظهر لك تاني عشان لو اتزنقت أنا موجود، الكورة هتلف وترجع أنا متابعها، ولو أنت مش شايف أنا أقول لك هناك فاضي، او لو شايف حد جاي لك والمفروض يقف اقول له اقف، خليك انا معايا، خليك انا معايا الكوره، خليك انت.
كل ده عمله دونجا، كل ده عمله دونجا. طب ليه ما بدأش؟ انا متعود لما حاجه ما اعرفهاش ما بهمتش، بروح اسال ليه يا جماعه الراجل بيعمل كده. رقم واحد، فتره الاعداد اللي عملها ده من داخل نادي الزمالك، فتره الاعداد اللي اتعملت كانت قليله. اشمعنى؟ الراجل حس انه بعد البطوله العربيه لو انت نزلت باللعيبه هيخلصوا، لازم يفتحوا. فهمناها. ليه بقى التغييرات الكتير والشقلباظات الكتير؟ اولا قناعات بانه حمزه المسلوسي افضل قلب دفاع في مصر، ده قناعته هو. الحاجه الثانيه، اللعيبه دي كلها انا ما حلتش اللظى، اللعيبه دي كلها لازم هتشارك، فلازم الكل ياخد في اول 3 4 ماتشات كل الفرص. هل ده صح؟ الله اعلم، انا مش مدرب، لكن دي المعلومات اللي جت. ارجوكم نبص على دونجا ونشوف السحر اللي عمله دونجا علشان يقلب سيناريو المباراه لصالح نادي الزمالك ويرجع للمباراه. تعالوا نبص الاول على الهدف. طيب، اولا ده الهدف اللي كان موجود في مباراه بيراميدز. مصطفى شلبي بيستلم، حط الكره بالعرض، الكره تترد على دونجا. لو وقفنا هنا، لو وقفنا هنا يا جماعه، نرجع بس هنا، نرجع شويه شويه حلوين شويه حلوين شويه حلوين شويه حلوين، بس حلو كده قوي. عبد الله السعيد، نرجع بس شويه ونقف، يعني نرجع شويه ونقف، نرجع ونقف هنا. عبد الله السعيد 100% قرب الكره دي 100%، ودونجا داخل علشان يشوط. هشوط رجل عبد الله، هشوط الكوره، انا كده كده شايط. وفي ظرف اقل من ثانيتين نكمل، وصل دونجا وهو الاسرع باقوى، بتصويبه مركزه ومواجهه داخل المرمى. ده اللي الناس كلها شافته. لو رجعنا بقى للهجمه دي من الاول خالص 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 خالص، ايه اللي حصل؟ الكوره كانت عند حارس مرمى الزمالك، وفجاه دونجا قرر ان يكون قائد الفريق في الهجمه دي من اولها لحد اخرها. بص مع بعض، خلي عينك على دونجا. فين دونجا؟ هو اللي واقف مع عبد الله. خلاص، كره عند صبحي، دونجا بيبص. خلي عينك يا جماعه، بعد اذنكم بعد اذنكم، نقف نقف بس نقف هنا. خلي عينك على دونجا، سيبك من الهجمه خالص، بص عليه اللي واقف مع عبد الله ده بيعمل ايه. نمشي بقى سلو موشن بعد اذنكم. محمود علاء يطلع بالكوره، بيقول له هدي على الارض على الارض، بالهداوه محمود. بعدين يروح علشان يظهر محمود علاء، لها مقفله، يستنى اهو، اقف اقف هنا اقف هنا، بص ناحيه الشمال، يعني ارجع لفادي دي فريمين بس، نرجع فريمين لورا. راح بص هناك لقاها مفتوحه، فمحمود علاء نكمل الكوره، محمود علاء هيروح على الناحيه الثانيه. استلم محمود علاء وقرر انه يرجع، شاور له اقف هناك اهو، ارجوك خلي عينك على دونجا في كل مره، شاور له ناحيه اليمين مفتوحه يا محمود. محمود باصه، كمل الهجمه. كل ده دونجا اللي بيحركه. استلم الراجل المسلوسي ودونجا جاري عشان يلحقه، اديني في رجلي، استلم في رجله. بعدين بص ناحيه اليمين، نيمار موجود، زنقت، لف الناحيه الثانيه، محمود بيقرب، استنى خليك مكانك مالكش علاقه، انا معاك كوره. سبت محمود علاء وادى الكوره لمحمود علاء، سابه ما سابوش، دايما باصص قدام، دايما عامل الاسكان، دايما اخوك جنبك ما يسيبكش. هات يا محمود اديني الكوره. محمود علاء بص، اداله الكوره، يلف الناحيه الثانيه، يلاقي نيمار الزاويه مفتوحه، يدي الباص. لا، قبل نيمار اداها للمسلوسي مره، وبعد كده راح علشان يكون جنبيه لو المسلوسي اتزنق في حاجه. لعب المسلوسي الكوره طوليه اماميه ناحيه الشمال. نكمل بقى بالسرعه العاديه يا جماعه، بالسرعه العاديه. الكره اتقطعت، تردت، دونجا مكمل رايح علشان يضغط، والكره عدت منه، والكره عدت منه. تيجي تاني عند نداي، يقف جنبه دونجا علشان يستلم منه الكوره بعد تمويهها ممتازه من نداي، يسلمها ويبص ناحيه اليمين، يفتح عند نيمار، ومن هنا ياتي الفاول اللي تم تسجيل منه الهدف الاول للزمالك وهدف الرجوع للمباراه. بالله عليك يا اخي، مين كابتن الزمالك؟ مين حرك الملعب في الكوره دي؟ مين عمل كل حاجه؟ جنبك ما يسيبكش، اقرب واحد ليك حتى لو بيسلمك. واحده ثانيه قبل الجون بشويه بالمناسبه، لو معانا جاهزه برضو نعرضها، نفس المشهد بالظبط، انه ازاي يظهر لزمايله في نص الملعب عشان اكمل معاك الهجمه. ودي كانت النقطه الاساسيه يا جماعه في الكوره. ما هو اسوريو ده ايه القصه؟ ما خسرش استحواذ ابدا، اطلع تحت الضغط، هو ده الاساس. ما هي لو اتقطعت شوارع. فالفكره الاساسيه لو معانا نعرضها، يلا بينا اهي. في نص الملعب اتلعبت الكوره، محمود علاء رد الكوره، ثم جت عند دونجا، دونجا استلم، يلعب السهل مع انداي،
ويروح علشان يكون قريب يمكن تيجي تاني. جت تاني، مصطفى شلبي استلم وبعد كده هيرجع يبص، سلم انضاي، ظهر له دونجا مباشره، استلم دونجا، اجري افتح الملعب، فتح الملعب بشكل مباشر، انت خليك، انت روح، الكره عند نيمار، يظهر له دونجا ويخش معاه عمر جابر في واحده من ايام زمان دي. يعني دي من ايام زمان مش موجوده مع الزمالك، مثلث في النص يعدي من اي حد، واحده في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه، خروج بالكوره استثنائي لكن في الاخر فلتت. لكن مثلث ما اتعملش من زمان. ما يطلعش، ما يتبدلش، بدنيا اقوى من اي حد. احسن رقم ستة موجود في هذا الفريق، ده اللي كان موجود وده اللي كان حاصل بالنسبه لدونجا. هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل صديقي العزيز محمد عبد الجليل عشان نتكلم معاه فيما حدث في دوري ابطال اوروبا من حيث مباريات بعينها لاحداث بعينها، فخليكم معنا. كثير من المعلومات وقليل من وجهات النظر تناسب محمد عبد الجليل ضيفنا النهارده في الفقره الثانيه من حلقتنا في سوبر ليج. مساء الفل يا فندم. مساء الفل يا محمد. اخبارك ايه بيه؟ كله دلع السلام. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله كويس، الجواويني ماشيين كويس، والفريق امبارح نيجي من الافنجرز بتوع بيراميدز فوت، تشافي جدد عقده والدنيا جميله. الدنيا ماشيه كويس. الدنيا كويس الحمد طيب. لله. اولا دوري ابطال اوروبا مانشستر يونايتد مع بايرن ميونخ، مباراه كان فيها كل حاجه تقريبا في الكوره، لكن لازم نقف عندها عند يونايتد اللي ما كانش وحش ابدا، والبايرن اللي ما كانش مفرط في القوة لكن تفاصيل صغيرة حسمت الأمور. الأسئلة عند الناس دلوقتي، مانشستر تحسن لأي كيفية؟ هل الجمهور هيقبل ده يكمل معاك تخسر هنا وتبقى في الدوري مش ماشي كويس، ولا في تحسن الناس مش واخدة بالها منه؟ وبايرن الموسم ده مع توخيل هل أفضل من الموسم اللي فات ولا لسه شوية؟ طيب مبدئيا انا ما كنتش متوقع خساره كارثيه لليونايتد رغم الحاله السيئه اللي الفريق بيمر بيها، لان البايرن كمان مش افضل حالا. توخيل لسه ما وصلش للتوب فورم خالص، ولا ده البيك بتاع توخيل ولا ده البيك بتاع البايرن اصلا، وبدايه الموسم يعني ممكن يكون يتحسن عن بدايه الموسم وخساره السوبر قصاد لايبزيج بثلاثيه، لكن مش ده البايرن. فما كنتش متوقع ان الخساره هتبقى مؤلمه لليونايتد. ممكن فرق هدف فرق هدفين، لكن المباراه كان فيها تحولات غريبه جدا. مبدئيا تين هاك شجاع، الحقيقه ان اليونايتد دخل المباراه عكس ما كثيرين تصوروا، لا داخل مهاجم، هو الافضل، هو اللي بيهدد وهو اللي بيوصل، لكن فجاه خطا فردي بيغير كل حاجه. في المباريات اللي زي دي يا محمودي لما السكريبت بيقول ان انت لما تكون راكب الجيم وتستقبل هدف من خطا فردي كل شيء بينهار، ومع ذلك رغم التاخر بهدفين شفنا يونايتد الشوط الثاني بيرجع مره وبيرجع الثانيه، ولولا الهدف الرابع اللي خلص على المباراه تماما كنا ممكن نشوف المباراه المجنونه دي بتخلص تعادل. اليونايتد سيء، المشكله في تنهج، لا، لان لما تتكلم في 8 مدربين بعد السير من 2013 ل 2023 الجليزرز بيتابعوا 8 مدربين مختلفين الهويه ومختلفين المدرسه ومختلفين الفكر ومختلفين التكتيك، والثمانيه نوعا ما مش هنقول فشلوا ولكن مفيش النجاح اللي الجمهور منتظره. تمام. رغم الصفقات ورغم ما تنساش ان اليونايتد واحد من اكتر الفرق اللي عندها مشاكل، او هو اكتر فريق فعلا وفقا للترانسفير ماركت اللي عنده مشكله في مساله الماينس والبوزيتيف في عقد الصفقات، لانه جاب لعيبه كتيره جدا وصرف فلوس كتيره جدا، ومع ذلك لا المديونيه اتحلت ولا النادي استفاد رياضيا. ماشي. طيب نخلص من ده الى ايه؟ نخلص من ده ان في مرض في اليونايتد اتغير عليه كل الناس وهو المشكله. بس ده انت مكمل بيه، يعني ده امر واقع. السؤال دلوقتي حتى الان مفهوم، السؤال دلوقتي اللي عند الناس، تين هاج اللي دخل في مشكله مع كريستيانو وكريستيانو مشي، صحيح، واللي الناس وثقت فيه ان انت اللي هتسوق المشروع، الفرقه دي بتتحسن مع تين هاج ولا لا؟ ولو بتتحسن بتتحسن في ايه؟ بص الموسم اللي فات مفيش شك ان هو ما كانش الموسم الرائع، لكن في نفس الوقت هو ما كانش موسم سيء. ماشي. انت بعد كارثه في الموسم قبل اللي فات بتفنش سادس، انت بتفنش ثالث وبترجع تاني لواجهه للتشامبيونز ليج. السنه دي انا ما اقدرش احكم، البدايه مش افضل شيء، خسائر متتاليه، 2 في البريمير ليج وواحده في التشامبيونز ليج، متوقعه وغير مؤلمه. عشان نحطها تحت بندها الحقيقي، لما تخسر من بايرن ميونخ 4-3 في الاليانز ارينا دي مش خساره مؤلمه، ممكن جدا ترجع عنها. انا في اعتقادي ان مشاكل تنهج بالضروره في اوضه اللبس نجمه برضو عن فوق، ما هو انت في النهايه كل شيء بيبدا من فوق. مثلا انت بتتكلم على لعيبه الوسط، لعيبه الوسط عند تنهج، ودي ظهرت بقوه حتى حديث مساعد السير أليكس فيركسون السابق لما اتكلم على ان اليونايتد بيعاني في مركز الوسط، لان كازيميرو رغم انه سجل لكن تايه، واحيانا بتلاقيه لوحده،
خط وسط مانشستر مش بنفس الطاقه اللي كان عليها الموسم اللي فات، في ظل اصابه ماكتوميناي وفي ظل اصابه امرابط، الراجل ما عندوش غير فكره ان هو بيبدا ب برونو وريكسن عشان خاطر يغطوا مع كازيميرو. طب المشكله اصلا الاصابات دي جت منين؟ جت من ان اليونايتد الفريق الكبير اكبر علامه تجاريه في العالم طبيبه الاساسي رحل الموسم اللي فات في ديسمبر 2022. الكلام دوت يعني عدى عليه حوالي 10 شهور. ماشي. بعد ما رحل الراجل دوت اللي بقى له 16 سنه في النادي وكان مسؤول مسؤوليه كامله عن بناء الفريق مع السير اليكس في 2006، لان الفريق كان بيعاني من اصابات كبيره جدا في 2005، ووضع نظام كامل فضل الفريق ماشي عليه لغايه 2022. لك ان تعلم ان اليونايتد مكمل الموسم كله بطبيب مؤقت وكان بيشتغل في ليفربول، فواضح ان فكره المؤقت والمعين والدائم عند الجليزرز فكره ثابته. انت بتتكلم على ان لسه الاسبوع ده فقط اليونايتد انتدب طبيب ارسنال السابق عشان يبقى طبيب دائم. طب المشاكل الطبيه اللي حصلت في الفريق دي كلها مين اللي يتسائل عنها؟ الديون اللي على النادي اللي مأثره على الفريق مين اللي يتسائل عنها؟ هل الحل في تغيير تنهاج؟ بالتاكيد لا، لان طيب. احنا جربنا استراتيجيات كتير. ده جزء ممتاز. الرجعه بقى، هل مع رجعه اللعيبه دلوقتي من الاصابات ووجود قائمه كامله مع تنهاج ده يظبط المسائل؟ مفيش شك هيحسنها، لكن انا في اعتقادي ان اليونايتد مش هيوصل او مش هيدخل في عصر جديد الا لما يحصل تغيير شامل. قصه مش شراء لعيبه لان احنا جربنا ندفع فلوس كتيره جدا، والقصه مش مدرب لان احنا جبنا افضل المدربين، لكنه مرشح للتواجد في البيك فور على اقل التقدير. السنه دي السنه دي يقدر يفنش في التوب فور. هو مش هيفوز بالدوري، مستحيل الفريق دوت يفوز بالدوري بالطريقه اللي هو ماشي عليها ديت وبالمشاكل الجامه الاخيره موضوع سانشو اللي في النهايه برضو ما اقدرش احمل اقول ان تنهاج اصلا. انا ما اقدرش اقول ان مدرب وحش عشان بيصطدم مع اللعيبه، والا بالمنطق طبعا وبالمعيار ده انا انطونيو كونتي مش هصنفه اصلا كمدرب رغم ان هو واحد من افضل طيب. المدربين اللي الواحد شافه. ممتاز. فكره الصدام ما اقدرش اصنفه على سنه هو مدرب سيء، لازم ابص في الاخر على الصوره من بره يا محمودي، الجليزرز والمشاكل اللي عاملينها واللي مش عندهم جديه في بيع النادي، وده اتضح اكتر من مره رغم اعلانهم. شوف تين هاج عليه بعد نهايه المباراه ونرجع، لان عندنا قصه ثانيه برضو طالعه من عند مانشستر يونايتد. توخيل الاول، شوف توخيل عليه بعد نهايه المباراه، وبعد كده نشوف قصه طالعه برضو من عند مانشستر يونايتد، لانه انترفيو خاص بسولشاير اثار الدنيا جدا، ومقارنه غريبه وضعها حساب بريمير ليج بين صلاح وبين كريستيانو اثارت برضو الجدل. فنشوف توخيل ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. سولشاير وانترفيو بيثير الجدل عامه عن مانشستر يونايتد، دي واحده. ثم حساب بريمير ليج ينشر مقارنه بين صلاح وكريستيانو بعد ما الاثنين لعبوا نفس عدد المباريات على صعيد البريمير ليج. الاول سولشاير قال ايه قبل ما نروح لموضوع صلاح وكريستيانو؟ كلام عن كريستيانو كتير قوي لما ساب اوروبا، تحس ان هم كانوا مستنيين يسيب اوروبا عشان يبدا، وله الحق ان يقول ان في ناس بتستفيد من اسمي علشان يعملوا قضايا بدون داعي. هو مش وقته، وبالذات ان هو ما هاجمش حتى تنهاج. يعني سولشاير لما اتكلم ان تنهاج والله راجل كويس ربنا يوفقه، مهمه تقيله ربنا يعينه، بس لما اتسال على رونالدو دي كانت مفاجاه لان دي حاجه تعيبه هو شخصيا. قال لك القرار كان غصب عننا كلنا، القرار كان صعب رفضه، وده بيدل على ان هو ما كانش عنده اقتناع كامل بفكره عوده كريستيانو رونالدو. ومع ذلك كريستيانو رونالدو سجل في الموسم الاولاني 26 هدف بعد العوده، فما اقدرش اقول ان لعيب تفكه ب 26 جول ده شيء سيء، لكن المشكله في طريقه مجيئه وطريقه اداره الدنيا اثناء وجوده. هو قال لك ان قرار اتيان كريستيانو رونالدو مره ثانيه الى يونايتد كان قرار خاطئ، والتوقيت اثبت ان هو خاطئ، اذا هو بيؤكد على صحه قرار تنهاج لما قرر ان هو يقول له اوت. فدي جزئيه مهمه جدا. لما تيجي بقى تشوف وتربط دوت بحساب البريمير ليج هتوصل ان محمد صلاح وصل لحاجه مهمه جدا جدا. يلا بينا. انت بتتكلم على ان كريستيانو رونالدو من 2003 ل 2009 في البريمير ليج مع اليونايتد، صلاح من 17 ل 23 في البريمير ليج مع ليفربول، مش هحسب له فتره تشيلسي لان هي ما خدش فيها خالص اساسا. بس قبل ما تقول الناس الفرق ما بين الاثنين، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. الاحصائيه دي مغرضه. ليه مغرضه؟ لانه النهارده بس عشان تبقى شايف الموضوع، يعني الاحصائيه دي مغرضه لسبب واحد فقط لا غير، انه كريستيانو اول ما جه مانشستر اولا لعيب صغير في السن جدا، على ما اتكون وبقى جامد وبقى بيجيب جوان كتير والحاجات دي خد وقت طويل جدا. ده الوقت اللي صلاح حرقه في تشيلسي، بعد كده فيورنتينا، بعد كده روما، ورجع على ليفربول وهو جامد جدا. فانت هنا بتبخس حق رونالدو في الاول لانه كان لعيب مراهق جاي مانشستر يونايتد، فدي نقطه بس للتوضيح. تمام. شوف بقى اللي صلاح يتفوق فيه ده موضوع تاني. بس خلي بالك في نقطه تانية، هو فرقه ليفربول كلوب ولا فرقه السير اليكس فيرجسون؟ لا تمام، بس انت جالك لعيب كامل. انا اوكي، انا يعني جالك لعيب، خلي بالك جاهز. انا عايز اقول لك على حاجه. كثير من جماهير رونالدو ومعظم الناس بتقول ان فتره رونالدو مع مانشستر يونايتد هي البيك ليه.
لا هي أمتع أفضل أمتع هي يعني أحلى نسخة تتفرج عليها لكريستيانو رونالدو قبل ما يتحول لنسخة الفينيشر في ريال مدريد, كانت نسخته مع مانشستر يونايتد. في ناس بتشوف كده, في ناس بتشوف إن رونالدو السير كان رونالدو ممتع جدا, كان لعيب تحب تتفرج عليه وفي نفس الوقت هو بيخلص كل حاجة. طب قول الناس عامة إيه اللي في الصورة دي, يلا بينا. هو صلاح وصل ل 236 مباراة في البريمير ليج, وده نفس الأرقام اللي خاضها كريستيانو رونالدو من حيث عدد المباريات. كويس. الحقيقة إن صلاح بيتفوق تقريبا في كل حاجة على مستوى التهديف والصناعة. يعني مثلا صلاح بتتكلم على ان هو مسجل 141 هدف مقابل 103 لرونالدو, فرق كبير. اسيست بالظبط مقابل 37 مقابل 37 وعلى مستوى صناعه الفرص دبل سكور صح, على مستوى صناعه الفرص 92 7 على مستوى الاسيست انت بتتكلم في 15 فرصه 15 تمريره لرونالدو مقابل 11 لصلاح. بتتكلم كمان على ان كريستيانو رونالدو ده معانا على الشاشه بالظبط. انت بتتكلم على ان كريستيانو رونالدو الشيء الوحيد تقريبا اتفاق فيه هو الاهداف اللي بالراس والفرص, وبرضه مش فرق كبير 11 7 ضاعت الفرص. صلاح ضيع اكتر من كريستيانو بالظبط, صلاح ضيع اكتر من كريستيانو بكتير. والكرات العرضيه اللي صلاح ما تفوقش فيها على كريستيانو, دول النقطتين الوحيدتين. انا لما احط في الاعتبار ان صلاح مش مهاجم, صلاح مش مهاجم طبعاً. خالص, صلاح لاعب جناح, وبدخس حق صلاح الصانع لان صلاح الصانع دوت نسخه مهمه جدا جدا جدا. صلاح الهداف واخده منها, صلاح الصانع حد مهم جدا مش واخد حقه لان صلاح السكورر بيضغى عليها. انما صلاح صانع الالعاب دي حاجه في منتهى الاهميه. وخلي بالك من جزئيه مهمه برضو, انا لازم اشوف فرقه صلاح معاه ساعدته تحديدا اخر سنتين ولا فرقه السير اليكس فيركسون التاريخيه لليونايتد بدون نقاش مع كريستيانو. انا معاك في ده, معاك انه الاحصائيه دي بتقول ان صلاح عمل حاجه كبيره جدا جدا صحيح. جدا, لكن فكره انك تحكم بين عدد المباريات هنا وهنا كريستيانو, انت بتعمم او بتقول ان انت واخد فترته كمراهق. يعني انت بتقيس مثلا اول سنتين لكريستيانو, اول سنه زي اول سنه صلاح مثلا في تشيلسي بالقياس يعني. صحيح فاهمك. فدي النقطه اللي انا شايف انها مغرضه شويه. انا ضد القياس الزمني بين فتره وفتره كده كده, لكن في النهايه انت بتتكلم على اتنين لعيبه انت شفتهم وعاصرتهم في نفس الدوري مع نفس المنافسين تقريبا, بس باختلاف كواليتي. ممكن حد يقول لك ما هو كريستيانو كان بيواجه كواليتي في الفرق صحيح. اعلى من الكواليتي اللي بيواجهه صلاح. هي في النهايه ارقام, بس الارقام سواء قادتك لشيء او لا لازم تخرج بحقيقه ان محمد صلاح حقق اللي ما كانش عقلي يتخيل انه ممكن يتحقق بدون نقاش. طيب في ليفربول حقق الفوز على لاسك النمساوي وصلاح سجل هدف وكانت الامور على ما يرام في اوروبا ليج. فتعالوا نشوف يورجن كلوب قال ايه بعد نهايه هذه المباراه, وبعدين نطلع لفاصل. ولما نرجع من الفاصل عندنا برشلونه اللي جواو فيليكس قلب الدنيا فيه, عندنا باريس سان جيرمان لانه حكايه ميسي مع امبابي وحكيمي حكايه طويله جدا, وعندنا كمان مقياس طلع في الارجنتين لاختيار افضل لاعب في التاريخ حسبوها ازاي, ولو مصرنا الموضوع واخترنا اهم ثلاث لعيبه في تاريخ مصر بالقياس بتاع الارجنتين هيطلعوا الثلاثه مين. كل الكلام ده ولكن بعد الفاصل, خليكم معانا. انه برشلونه يحقق فوز ساحق على انتورب منطقي طبيعي. برشلونه لمباراه اخرى بيقدم اداء استثنائي مع جوده استثنائيه لجواو فيليكس من الدوري للتشامبيونز ليج, وتشافي بيتكلم عن القوه الكبيره جدا اللي ادها فيليكس واللي ادها كانسيلو. وشرحنا المباراه اللي فاتت باللقطات ازاي ان الراجل ده كان قادر يدي برشلونه اللعب المباشر الطبيعي ويكون فينيشنج قوي جدا جدا. الاول نسخه جواو فيليكس مع تشافي ونسخته مع سيميوني, وايه السر من مدرب يقال انه كان رافض وجوده اصلا من الاول لمدرب شاف انه الراجل ده اختيار مناسب في المكان المناسب. خمسه الاول مش فيك يعني, الخمستين اللي برشلونه سجلهم في الماتش رجعنا لعصر الخماسيات. انا عارف في مين بس انت تمام تقدرش تقولها. كلاسيكو قرب وفاهم والحاجات دي ما تقدرش تقولها. برشلونه بيحقق خمس انتصارات متتاليه كمان بالمناسبه لاول مره من يناير, يعني اول مره تتكرر السنه دي من يناير. اوكي. الفريق في تصاعد رهيب, الناس كلها مبسوطه, مش قصه المنافس, قصه ان الفريق نفسه بيلعب كوره. 784 طبعا. تمريره قصاد انتورب بتتكلم على رقم ما اتحققش من ايام فالفيردي, ايام طبعا ما كان فالفيردي مش المدرب بس الكواليتي اللي كان مع فالفيردي. جواو فيليكس ما كانش تشافي رفضه لكن ما كانش اولويه بالنسبه له, وهو اتكلم عن دوت واتسال عن دوت تحديدا جواو فيليكس امبارح بعد المباراه. قال له انت الراجل ما كنتش اولويه لتشافي, عمل معاك ايه؟ قال له والله هو قال لي استمتع العب كورتك, احنا نادي بنحب الكره الهجوميه, بنحب اللعب التموضعي المتمركز, حضرتك هتفضل معانا وهتقدر ان انت تقدم المردود بتاعك اللي تنبسط بيه مع برشلونه. سالوه برضو انت ما نجحتش مع سيميوني وما نجحتش في اتلتيكو, ليه شايفين نموذج ناجح في برشلونه؟ سال السؤال دوت بشكل مباشر,
فرد ببساطة وقال أنا ما كنتش منسجم مع طريقة المدرب وطريقة النادي. ده مش انتقاص من حق سيميوني لكنه تأكيد على أن جواو فيليكس نفسه المراهق خد قرار كارثي بأنه وقت رحيله من بنفيكا من كام سنة رحل أتلتيكو مدريد. حقيقة اللاعب دوت لا أسلوب لعب أتلتيكو مدريد ولا طريقة لعب أتلتيكو مدريد الناشف القوي الطف. ونقطة مهمة يا جماعة مهمة جريلي في السياق أنه رفض السعودية بشكل مباشر وبأرقام كبيرة جدا عشان يروح برشلونة. علشان برشلونة وهي حالة من الحالات النادرة اللي ابقى على قراره علشان ده فقط لا غير. خلي يعني بالك ان شخصيه اللعيب انت بتتكلم على كريستيانو ابو 17 سنه. كريستيانو 17 سنه اللي خد فضيه اليورو مختلف تماما مثلا عن جواو فيليكس جنسيته الصغير لان كريستيانو 17 سنه راح على اليونايتد واثبت نفسه. صحيح. جواو فيليكس من بنفيكا انبهر بعرض اتلتيكو مدريد ما فكرش ان البيئه ممكن ما تكونش البيئه الفنيه تحديدا ممكن ما تكونش مناسبه لابراز موهبته. هل جواو فيليكس نجح؟ بالتاكيد لسه، لكن بوادر النجاح وبشاير لاعب عنده اللمسه اللي برشلونه كان محتاجها وكانت ناقصه واضحه تماما. عايز اقول لك ان جواو فيليكس خلى برشلونه يسدد بنسبه 47% زياده عن المرمى عن الموسم اللي فات بمجرد وجوده في اخر 3 مباريات. الحقيقه ان هوسكورد اتكلم عنه كويس جدا في ريبورت لي واتكلم على ان الراجل دوت ليه تاثير حتى على جافي. جافي بدا يلعب كمحور، بدا يدخل من العمق وبدا يسجل اهداف برجله الشمال رغم ان هو لاعب ايمن، وجافي ليه دور في طريقه انسجام جواو فيليكس السريعه داخل البلوجرانا. تشافي طبعا عظيم، تشافي لاعب عظيم اسطوره وهنتكلم عنه دلوقتي في القائمه المفاجاه بتاعت افضل 100 لاعب، لكنه كمدرب كمان مدرب يقود المشروع. على فكره هو النهارده اتسال بعد التجديد، بالمناسبه هو اتجدد له سنه، كان العقد هينتهي نهايه 24 بقى 25 وفي كمان خيار لعام اضافي 26. قالوا له ايه اسعد لحظه ليك مع برشلونه؟ قال لهم لو تفتكر لما انا كنت معاك في مره وقت التتويج بالسوبر المحلي في السعوديه، قال لهم ان دي كانت نقطه تقوية المشروع والإيمان بيه إن إحنا نقدر نتوج ببطولات. برشلونة السنة دي مش مطالب إنه يفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن مطالب إنه يكون في التوب فور على الأقل في الجولدن سكوير، ومطالب إنه يكسب يعني 6 ماتشات لأن كل ماتش بيكسبه بفلوس، فهتلاقي برشلونة حتى لو ضامن الصدارة بيحاول. وكمان فكرة إن أنت الميركاتو فجأة تحول من ميركاتو كان سيكون قمة الفشل لفجأة 2 لعيبة قلبوا لك الدنيا. ده اللي قالته يعني الماركة بقى لما اتكلمت عن هو ليه يا جماعة دي أفضل نسخة لتشافي مع برشلونة. فاتكلمت في أسباب كتيرة من ضمنها مثلا إن الدنيا في الإدارة التنفيذية بقت واضحة بعد رحيل أليماني، ديكو بقى دوره واضح أو بالظبط. ده مثلا كان مانشيت سبورت امبارح بيتكلم على فكرة الحاضر والمستقبل بريزنتي فيوتشر، ويعني بتتكلم على فكرة إن اللعيبة اللي تجدد لها كلها بما فيها بالدي، بدري، يامال، انسوفاتي اللي مجدد مؤخرا طبعا بالدي، اراوخو اللي راجع بقوه ومكانه مش مضمون في التشكيل لان بقى عندك منظومه واضحه لدرجه ان بدري وبالدي مش ضامنين مكان اساسي في التشكيل لان البديل اثبت كفاءه. ودي نقطه ثانيه مهمه ان تشافي قدر رغم المساله المستعصيه تماما انه يوجد بديل. طبعا تشافي مش لوحده، تشافي بيدعمه رئيس نادي طبعا ناجح تماما في استراتيجيته هو العظيم خوان لابورتا اللي قدر انه يدير المشروع في اصعب ظروف مرت على برشلونه عبر تاريخه لدرجه انه قفل قناه النادي عشان يوفر فلوس. الراجل دوت قدر يعمل ميركاتو في اضيق واصعب الظروف. لابورتا رئيس عظيم، لما تقارن اللي بيعمله لابورتا باللي بيعمله الجليزرز في مانشستر يونايتد هتعرف ليه برشلونه ما دخلش في غياهب النسيان اللي دخلها يونايتد وميلان سنوات طويله بعيد عن البطولات. رفعت شئنا ما بين عملت حاجه للنادي بالتأكيد. يعني تقرير يا جماعه كان موجود النهارده عن ليفاندوفسكي في برشلونه، فكره انه ليفاندوفسكي لعب كل المباريات ومع منتخب بولندا وان هناك خوف من اصابه ليفاندوفسكي تباعا. صحيح. فاليكس بشكل او باخر يقدر يدي ليفاندوفسكي نفس انه يبدا يشتغل كمهاجم، يكون هو في عمق الهجوم واثبت ان تعاونه وربطه مع الاجنحه يقدر يعمل ده، فهي نقطه تضاف للي جاري ليو. وكمان خلي بالك ما تنساش فيران توريس. وفيران توريس طبعا تطور رهيب و... صحيح. الناس على السوشيال ميديا بتربط الموضوع برحيله او انفصاله عن بنت انريكي، قالوا انت لما ركزت في الكوره بدات تقدم. وخلي بالك جمهور برشلونه المباراه الاخيره مباراه بيتيس في الدوري نده عليه قرش قرش لو تسمعها قبل ما ينزل بخمس دقائق ان هم عاوزينه ينزل، فواضح ان بقى في علاقه ود وحب بين توريس وبين جمهور برشلونه اللي كان بيفكر في رحيله في الصيف. نشوف تشافي تصريحاته بعد نهايه المباراه ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. ميسي في لقاء مع احد اصدقائه الصحفيين الارجنتينيين يعني كان بيتكلم بوضوح عن حاجات كتير جدا، وقال ميسي في الانترفيو كلام كتير هنعرضه تباعا، لكن الجزء الاهم كان على علاقته بكيليان امبابي، علاقته بباريس سان جيرمان. والراجل كان بيوضح بعض الامور انه لم يكن يعتقد انه باريس الدنيا هتبقى بهذا الشكل. كانت سنتين لطاف لكن كنت فاكر هيبقى احسن من كده، وانه طبيعي واحنا ابطال عالم على حساب منتخب فرنسا الدنيا هتبقى كده، وان العلاقه مع امبابي ما كانتش افضل حاجه ممكنه يعني، لكن بنحترم بعض كويسين صحاب بنحترم بعض، لكن
كان بيوضح في اثناء اللقاء انه قد ايه المساله كان فيها صعوبات. اتفضل يا فندم. يا اخي الجسد لا يرحم والله. لا والله. تصور ان ميسي بقى بيتصاب ويخرج ويريح من الماتشات. احنا كبرنا. لا والله. ميسي كلامه عن فترته مع باريس فيها نوع من انواع الاستياء من القرار اللي هو خده بالانتقال للبي اس جي غريبه لدرجه انه نسي بل حور في حاجه هي مش حقيقيه. يعني هو قال لك مثلا انا اللعيب الوحيد من ضمن كل سكواد الارجنتين المتوج بكاس العالم اللي النادي بتاعي ما كرمنيش. والحقيقه دي مش حقيقه. ده ميسي نفسه نزل بوست في يناير اللي فات بيشكر فيه اداره باريس واللعيبه ان هم ادوا له درع وكرموه وعملوا له ممر شرفي في التمرينه اول لما رجع بعد اجازته بعد انتهاء كاس العالم وكرموه. فالراجل من كتر ما هو مستاء من الفتره ومش مبسوط يا ريت بس نزل البوست ده لانه مهم لانه رد على ميسي نفسه. انا الحقيقه شفت الحوار على فكره يعني هو متضايق لدرجه انه بيحاور في الكلام لدرجه ان هو مش فاكر الناس كرموه من كتر ما هو متضايق من الفتره. حتى هو بيقول لك ايه فترتي مع باريس بصراحه ما كانتش حلوه بس الغريب ان انا خدت كاس العالم وانا في باريس فانا ممتن لده. لربما يكون وجود ميسي في باريس بتقليل الضغوطات عليه عما كان الموضوع في برشلونه اداله نفس يشتغل مع المنتخب ويدي كل اللي عنده مع الارجنتين في كاس العالم. وبالتالي يعني مثلا بالظبط ده البوست اللي ميسي نزله يوم 4 يناير اللي فات وبيشكر زملائه وبيشكر النادي على ان هم كرموه بعد التتويج بكاس العالم وادوا اجازه ساعتها محترمه عشان يريح وياخد نفس ويرجع على النص الثاني من السيزون. فالحقيقه ان ميسي هايل ويعمل اللي هو عايزه لكن وحشه في حق باريس وحشه في حق النادي انك تقول ما كرمنيش وهو كرمك دي بالظبط تقيله شويه. بالظبط خلي بالك كمان لما تربطها بالكلام ده الكلام كنت لاعب الارجنتين الوحيد بين التشكيله المكرمه 26 لاعب في التصريح الذي لم يحصل على تكريم من ناديه بعد احراز كاس العالم. مش هينفع اسيب باريس قبل ما اعدي على اشرف حكيمي لان حكيمي سجل هدف وعناوين الصحافه كلها حوالين اشرف حكيمي وعمل مباراه ممتازه وبيقول ان انا بقيت حر اكتر من اي وقت مضى قبل كده. حكيمي استفاد من انسجام المجموعه. خلي بالك ان انريكي عمل حاجه مهمه قوي هو تخلى عن المعلمين وساب معلم واحد. بمعنى انه شاف ان مبابي نفسه يكون ميسي الفرقه او كريستيانو رونالدو الفرقه. انا مش عايز معايا معلمين. انا عايز معايا لعيبه جامده تشيلني وتسندني بس انا اللي اقود المجموعه. وده ذكاء منه وانت اتكلمت عنه في الانترو. الراجل مديله المساحه الكامله على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني كقائد وككابتن الفريق رغم المشاكل الجامه اللي حصلت مع الاداره في مساله بيع مش بيع رايح مش راجع والقصه اللي كانت في الصيف ديت. الحقيقه ان حكيمي مستفيد من المجموعه دي. حكيمي الاول مع جالتييه كان بيلعب كوينج رايت يعني كان هو اللي بياخد المساحه لما كان بيلعب جالتييه بثلاثه. هو رجع دلوقتي اربعه في الطريقه الجديده في باريس سان جيرمان. حكيمي لاعب موهوب بالفطره. الهدف اللي سجله ده اول هدف ليه من 2019 في الشامبيونز ليج من وقت ما كان بيلعب مع دورتموند. صحيح. فده هدف بالنسبه له مهم جدا جدا. هو رجل طبعا ده اللي عمله في المباراه بشكل عام بالظبط واحده من مباريات القمه في الجوله الاولى لما سوفا سكور يديله تقييم زي دوت ويبقى مان اوف ذا ماتش. دي حاجه مهمه جدا ليه. والحقيقه ان باريس سان جيرمان رغم البدايه المهتزه في الدوري الفرنسي لكن كله مقتنع انه بيلعب كمجموعه لم يعد فريق المعلمين بل بات فريق النجوم اللي بيخدم على معلم واحد. فكرة الحرية اللي اتكلم عليها حكيمي دي لانه انريكي بيلعب على الاستحواذ فمنطقي ان انت هيجيلك حاجات كتير جدا. صحيح. مش مسألة لانه المغاربة احيانا كانوا بيزعلوا من ده فكرة استلامة وحكيمي فاتح ما تديلوش لكن اللعب على الاستحواذ يدي حكيمي الفرصة ان هو يظهر اكتر. خلي بالك بقى فرشة هوملز ديت بدون نقاش دي الماتش بدون نقاش لقطة يعني المباراة أنا يعني انا بعدت مع هوملز يعني تعرف طيب مع حكيمي يا جماعة لازم اشيد برضو بأمين حارس لانه امين مع مارسيليا رغم المباراة مع اكس لكن على الصعيد الفردي الكيب عمل التقرير طويل عريض على امين حارس وانه ريمونتادا امين حارس صنع جونين والراجل التقرير بيقول انه كيفية الاستفادة من انه مارسيلينو مشي من مارسيليا فالراجل ده بياخد حقه وتالت ومتلت بعد فتره عانى فيها الامرين الحقيقه من الاصابه الاول زعلت كل الناس في المغرب وعدم وجوده في كاس العالم وبعد كده كمان انه يرجع بهذه القوه ويصنع هدفين ويكون محور قوي لمارسيليا اخيرا فكل التحيه للعيب. اصابات كتير بتوقع اللعيبه اللي زي دي لكن كان امين حارس قوي شخصيه جدا جدا وكمان تصريحاته بعد نهايه المباراه يعني الراجل كان بيتكلم على انه انا ما خدتش راي حد انا كنت في النهايه بعمل عليا دي ده الكلام بعد المباراه كان بيقول انه انا ما طرحتش على نفسي اي سؤال كنت عارف ايه اللي انا قادر اعمله وقال انه انا في النهايه كنت عارف ان انا من الناحيه الذهنيه اقوى من اي وقت قبل كده وبالتالي التصريحات دي بتقول لك قد ايه ان الراجل ده كان قوي ذهنيا جدا وكان عنده الرغبه ان انا هرجع اقوى من الاول وبحب اختم الفقرات دي دايما بانه عقليه المحترفين المغاربه غير عندهم كلاسيكو مع حكيمي اللي يطلع حكيمي اللي يطلع امين حارس يطلع طبعا. اللي يطلع لكن في النهايه غير كل التحيه لعيبه المغرب وكل الدعم لاشقائنا في المغرب نتش. على الحادث الاخير ربنا يا رب يا رب يعني يعينهم هم اشقائنا في ليبيا ان شاء الله امين يا رب.
اخر فقراتنا النهارده وهو الجدل المثار في الارجنتين. ايه اللي حصل؟ شبكه من الشبكات عملت تصنيف لافضل لعيب في التاريخ، حطوا معايير ونزلوا القايمه وقامت القيامه. السؤال الاول المعايير، السؤال الثاني مين بقى الترتيب، السؤال الثالث لو مصرنا الموضوع بالمعايير دي مين يبقى اهم ثلاث لعيبه في تاريخ الكره المصريه؟ اتفضل يا فندم. انا ما بحبش القياس والمقارنات. دوس يا فندم. والله بنتشتم مهما قلت اي رايه تتشتم، يعني مع لازم تبقى الجدل. مع حد. هو الموضوع كده الناس فهمت على فكره الفقرات دي انها لعب، فتمام يعني. بص انا بديك الامان. الجي دي سي هي صحيفه في الارجنتين، مؤسسه أوكي. صحفيه يعني، اصدرت تقرير عن افضل 100 لاعب، الكل بيتكلم في 10 في 11 في توب 7 في توب 5 في القرن الواحد والعشرين في زمان، قال لك 100 لاعب. حطوا مين؟ طبعا طبعا الاسماء اللي اتحطت، تخيل ان ما فيهاش ولا لاعب افريقي باستثناء جورج واي. المعايير الاول، المعايير اربع حاجات. أوكي. هي مش معايير بعيده، بس المعيار الرابع مهم بالنسبه لي قوي. قال لك واحد الارقام الفرديه، الراجل ده عمل ايه لنفسه. اتنين الالقاب الجماعيه، عمل ايه مع فرقته. ثلاثة قال لك تاثيره على الجماعه، يعني هو كليدر كقائد سواء حامل شارة الكابتن او لا. أربعة قال لك مستوى الدوري اللي بيلعب فيه، يعني مستوى الدوري اللي بينشط فيه. ممتاز. لما تبص على قائمة التوب فايف ادينا هتلاقي مفيش ولا لاعب بره المهاجمين، ميسي، كريستيانو، بيليه، مارادونا، دي ستيفانو كلهم مهاجمين، أول لاعب مش شافي. مهاجم في القائمة تشافي. خلي بالك إن تشافي لما تربط ده بإنه من ضمن أفضل 10 لاعبين في التصنيف الأوروبي في القرن الواحد والعشرين، تعرف قد إيه قيمة اللاعب المتكامل دوت اللي إن شاء الله برضه ماشي على نهج إنه يكون مدرب متكامل. كويس. الغريب في حاجات بقى الناس مستغرباها، إن مثلا يعني أول 10 ميسي رقم 1، رونالدو 2، بيليه 3، مارادونا 4، دي ستيفانو، تشافي، كرويف، رونالدو، داليما، باولو مالديني، بيكنباور، دول العشرة الكبار على مر التاريخ بالنسبه للجي دي سي. في اسئله بقى الناس وقفت عندها، ليه ما فيش ولا لاعب افريقي الا جورج ويا؟ هل عشان البالندور؟ ده سؤال. مفيش اي لاعب افريقي، مفيش ايتو، مفيش دروجبا، مفيش صلاح، مفيش عبيدي بيليه، مفيش اي لاعب. السؤال الثاني بعض المراكز اللي طبعا في غيابات بارزه جدا، يعني احنا لو هنقعد نتكلم اكيد في، بس انت بتتكلم في 100 اسم بس. مثلا الناس وقفت عند دي ماريا، قال لك يا راجل بقى دي ماريا ال 17 ورونالدينيو ال 21، يعني دي ماريا افضل من رونالدينيو؟ وهنا الجزئيه اللي المجله اتكلمت فيها، قالت لك والله احنا حطينا معايير، المعايير ديت تنطبق اكثر على دي ماريا من رونالدينيو. دي ماريا بالنسبه لنا راجل في البيك بتاعه كام سنه، راجل مساهم قد ايه مع منتخب بلده، راجل لعب لكام نادي وتالق مع الكام نادي. ورونالدينيو عمل ايه؟ رونالدينيو البيك بتاعه كان كام سنه وتالق مع كام نادي؟ بس في معيار، في معيار خامس هنا يا جاريليو، من يذكره التاريخ؟ يعني متعه رونالدينيو لحد النهارده على قد السنتين 3 4 الفيديوهات مقلبه الدنيا، خلي بالك في كل وقت. هو ده ماريا عظيم، ده ما يذكره الجمهور. اه بالظبط كده، الجمهور هيفضل الحته اللي في القلب هو رونالدينيو، لانه الراجل كان بيكلم الكوره. صحيح. بس المجله هنا عشان تثير الجدل قررت ان هي تضع معايير تشقلب بيها المراكز وتقدمها وتاخرها. الحقيقه انا بحب دي ماريا جدا، لكن بالنسبه لي لو جيت احطه في ميزان مع رونالدينيو انا مش هفكر مرتين. طيب. طبعا رونالدينيو هيثقل، بس المجله عملت صناعه جدل. طب لو جينا بقى في مصر، ايوه، نصنع جدل ونعمل المعايير، مصرنا الموضوع بنفس المعايير. أوكي. خلي بالك من نقطتين، المعايير دي مش انا اللي حاططها، انا همشي على نفس معايير المجله. نمره اتنين، انا مش هتكلم في لاعب ما شفتوش. ماشي. كل الاحترام للاساطير اللي عمله فرديا، اللي عمله جماعيا، تاثيره على الفريق او على المنتخب بشكل عام، اللي بينشط مستوى الدوري اللي لعب فيه، مستوى الدوري رقم 3، ودي نقطه مهمه جدا. من 3 لواحد، من اللي انا شفتهم انا بتكلم في 98 او 97 وانت طالع. ماشي. من اللي بدات اوعى عليه اخر 25 سنه، اخر 25 سنه، برافو عليك. اخر ربع قرن نمره 3 بالنسبه لي الراجل ده، زيزو. الراجل ده مش واخد حقه ابدا، الراجل ده كان هداف الدوري الدنماركي، الراجل ده كسر الدنيا في المانيا. لمن لم يتابع البونز ليجا 2006 2007 اتفرج على محمد زيدان اللي تفوق على ميروسلاف كلوزا رغم ان فريقه هبط اللي هو ماينز، وبعد كده كلوب جابه معاه في دورتموند وفاز بالدوري الالماني. محمد زيدان مع المنتخب من اهم ثلاث لعيبه في جيل حسن شحاته بلا نقاش وبلا جدال، رجل اللقطات الحاسمه دايما. هذا الرجل مش واخد حقه لانه محترف كبير جدا جدا، نجح في بيئه صعبه عليه جدا، استمر وتاقلم وفضل موجود. ربما بعض القرارات اللي خدها زيدان في حياته ما وصلتهوش لمكانه الاساطير اللي يستحقها، لان هو على المستوى الفني وعلى المستوى الانتاجي هو فعلا لاعب اسطوري. واحد صلاح، مين اتنين بقى؟ العميد؟ مفيش غيره. العميد افضل مهاجم في تاريخ الكره المصريه بلا اي منازع، محدش قرب للمكانه بتاعته. حسام حسن لاعب اسطوري، لما تبص على ارقامه مع الاهلي ومع الزمالك ومع منتخب مصر وتكريماته جوه افريقيا وبره افريقيا، الراجل ده كلاعب مش واخد حقه. فعلا فعلا الناس كلها بتقعد تقول حسام حسن مش واخد حقه، بس هي دي الحقيقه. ف
فعلا حسام حسن مش واخد حقه. حسام حسن كلاعب اسطوري لا يفوق صلاح عنه. لا واخد حقه كلاعب طبعا بدون نقاش. يمكن الجدل مع الجمهور في مسائل التدريب بعد كده، لكن اكيد كلاعب لا. حسام المدرب دي قصه ثانيه. كل الناس يعني كابتن حسام حسن كلاعب لا مش طبيعي. لما تبص على ارقامه لا 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 مش طبيعي. الراجل ده لو كان كمل في الاهلي كان تجاوز كابتن محمود الخطيب، ده مؤكد كان بقى الهداف التاريخي رقميا ده. يعني رقميا طبعا. بتكلم على الراجل راح الزمالك نجاح ساحق، الراجل مع منتخب مصر نجاح ساحق، الراجل دوت خامس هدافي كاس الامم الافريقيه عبر التاريخ. ارقام خزعبليه للاعب لا يتفوق عليه صلاح غير انه لعب في مستوى حسام ما لعبش فيه او كابتن حسام. صلاح طبعا رقم واحد بدون نقاش في هذه المساله. الدور الثلاثه اللي لو خدنا معايير الجي دي سي ممكن تبقى مصرية. مش معايير المهاره، مش معايير اللقطه، مش معايير حب الناس. لو كملنا بقى مثلا لسبعه او لعشره، مين الاسماء اللي كانت موجوده معاك في القائمه بشكل عام يعني؟ لا كتير من اللي انا عاصرتهم بالتاكيد وائل جمعه، بالتاكيد احمد فتحي، بالتاكيد عبد الله السعيد، بتتكلم في ابو تريكه، بتتكلم في عصام الحضري طبعا. دي اسماء كلها لازم تتحط في القائمه ديت لان هم لكن معيار قوه الدوري والتاثير الثلاثه دول غير. مفيش اي يعني حد من مصر الا حسام حسن في التوب 3. لكن اللعب بره وتالق بره وفاز بره بدوريات وعمل حاجه بره، ده في ليفل تاني خالص، ياخد معيار تاني. حسام حسن انا يعني يمكن الثلاثه اللي انت قلتهم اضيف عليهم هاني رمزي. ايوه طبعا لانه رحله طبعا في الاحتراف كبيره بس جدا. بس خلي بالك نفس المعيار اللي كنت بقول لك عليه، تصنيف الدي جي سي قالت لك ايه؟ اول خمسه مهاجمين دايما هتبص للعنصر الفاعل والحاسم مهما كان. ما اقدرش انسى ابراهيم يوسف مثلا رغم ان انا ما عاصرتوش، لكن ده لاعب لما يتحط المركز الثاني ضمن افضل لاعبي في افريقيا لازم تتكلم عنه، لكن في النهايه الحسم واللقطه الاخيره. نورتنا وشرفتنا يا فندم، الوقت معاك بيعدي بسرعه. مبروك لبرشلونه ونورتنا وشرفتنا جليل. خمسه ثانيه خمسه ان شاء الله حبيبي. نورتنا وشرفتنا. مبسوط اني كنت معاك. محمد عبد الجليل دايما بينورنا في سوبر ليج. نهايه حلقه النهارده كالعاده يتجدد اللقاء مع حضراتكم كل اثنين وجمعه تمام التاسعه مساء على شاشه اون تايم سبورتس 2. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء.